لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أحبابنا الكرام، نتحول من تنغير إلى إقليم شماعية. معنا السي حسن. أمي الحال كدير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كدير أمي الحال؟ الحمد لله أخويا، بارك الله فيك، الله يطول عمرك. كل شيء بخير ولله الحمد سيدي. وكنشكر المخرج أمي الحال، الله يرحم الوالدين. أيه نعم، سي سامي، سي سامي عارف، رجل طيب، رجل خدوم، رجل بشوش. الحمد لله الوالدة، والله عمي الحاج من اللي كتهضر من اللي كتبدأ، وانا مع الراضي وانا مع الراضي وحتى تسالي دروك من اللي شديت الخط وانا الرعدة ولات فيا، الرعدة ولات فيا من الحاج. الله يرحمك الوالدة نتاعها معايا من الحاج. يا ربي يا ربي يا خويا حسن، الله يزيدك نور على نور. ودعا لي مرحب نور مسكينة ديالي، راه كتشرب دوك على الدواء، راه كانت دارت واحد العملية وباقي كتشرب الدواء دروك تقريبا شي عام وهي كتشرب الدواء من الحاج. الله أكبر الله أكبر، الله يجيب الشفاء من عنده يا رب، الله يجيب الشفاء خويا سي حسن، الله يفرج عليك سيدي حسن. يا ربي يا كريم، خويا حسن لا تخاف ولا تخشى، انت فيك واحد الصفه ديال اهل الايمان. الصفه ديال الايمان هو الوجل للوجلين، هما اهل الايمان، كتلقى عندهم اللي يسمع كلام الله تعالى، اللي يسمع القران الكريم، اللي يسمع الحديث النبوي الشريف، اللي يسمع غير معاني الفقه كتلقى بان قلبه يرتجف. هذه من علامات الايمان، يوم الاشفاق مشفقين من خشية الله تعالى. فهنيئا لك، هذه علامة للأهل الإيمان. وعكسها علامة الناس اللي هم غير الإيمان، هم فيهم الكبرياء والشعور بالعظمة، ويتحدث عن نفسه ويتحدث عن مقاماته، هذا من أخطرها. الكبرياء خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذا كبرياء وصفة الله. ربنا كيتكلم في الحديث القدسي ويقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. ولكن لك يعطي الله التواضع، وكيعطي الله تعالى الخشية، وكيعطي الله تعالى الإشفاق في قلبه، هنيئا له، هذه من علامات الإيمان. وانت أخويا حسن عندك هذه العلامة، فهنيئا لك. أسأل الله تعالى أن يزيدك إيمان في إيمان ويقين في يقين. والزوجة ما أصابها هذا غبتلاء خفيف، إن شاء الله سوف يزول، وخا تكون عملية جراحية وخا يكون دواء، تيقن بأن هذا ابتلاء بسيط وغيزول وغتنساه نهائيا، لأن الله سبحانه وتعالى كيتنزه في ملكه. غتسولني لماذا ربنا سبحانه وتعالى اختار لزوجتك هذا الابتلاء، أعطاها هذا المرض ومشات دارت عملية جراحية وسل الدم ودارو لها الخياطة وعطاوها مجموعة ديال الأدوية وبقات مدة طويلة في الاستشفاء. لماذا كل هذه الأمراض؟ لماذا كل هذه المعاناة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت أن الدنيا هي دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. الله تعالى يعد لبعض عباده المؤمنين مقاما عليا في الجنة، هذاك المقام الرفيع مع الأنبياء ومع المرسلين ومع الأولياء المقربين ومع أهل الله، رفيع المقام. لكن الله تعالى لما يطلع على عمل هذا الرجل المؤمن أو هذه المرأة المؤمنة، كيلقى بأن العمل ديالهم بسيط، صلاته وصيامه وصدقته وبره كيبقى محدود. وباش يوصل ذاك المقام الرفيع خصو المزيد من الحسنات. فكيقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل، عبدي فلان أو أمتي فلانة أريد لها ذلك المقام الرفيع لكي تصله، أعطيها البلاء حتى تصبر وترتقي بسرعة. البلاء كيسموه أهل الله، كيسموه هو الترقية السريعة. احنا كنعرفوا في النظام الوظيفي، في الوظيفة العمومية مثلا أو في أي قطاع وظيفي، كتلقى هناك الترقية، كاين الترقية السريعة وكاين الترقية البطيئة. الترقية البطيئة الإنسان كياخذها بالأقدمية، خصو يبقى 10 سنوات في واحد السلم عاد ينتقل إلى السلم الذي يليه. ولكن الترقية السريعة كيحصل على الانسان الى اجتاز شي مباراه او حصل له ديبلوم عالي او دار شي اعزاز كبير يعني يشكر عليه، انذاك يتم ترقيته بسرعه. هذا في عالم الدنيا. في عالم الاخره الله تعالى دلنا
الترقية البطيئة هي بالعبادات، الصلوات والصدقات، تلاوة القرآن، هي ترقية بطيئة، لكن الصبر على البلاء ترقية سريعة. فالزوجة ديالك دابا الآن راه بغى ليها الله تعالى ترقية سريعة، هي غتصبر وغتحتسب ولن يطيل هذا المرض، إن شاء الله قريبا بإذن الله سوف يزول ويختفي. يا ما احنا مرضنا، يا ما مرضنا مرض شديد، وقلنا ربما هذه الأخيرة، وسبحان الله نسيناه ومشى ونضنا بحل الحصان، أحيانا كنوض بحل السباع، يعني كيمشي المرض كتقول وقال هذه الأخرى ليا، صافي كتشوف راسك بأنك ساليتي، وكترفع الراية البيضاء، وكتبغى توصي الوصية للعائلة، وكتقول يا ربي تختم بالحسنى، ولكن سبحانك يا رحمن يا رحيم كدوز ايام معدودات على رؤوس الاصابع. واحد النهار كتفيق في الصباح كتلقى نفسك بحال الاسد بحال الحصان، وكتشوف كتلقى ما كاين لا مرض ولا سقم ولا عله، وكتفهم بان ذاك المرض الاولاني راه كان غير مجرد ابتلاء من الرحمن، بغى ربي عز وجل يقيس الصبر ديالك واراد منك الاحتساب ثم الارتقاء. فأسأل الله جل جلاله أن يشافي الزوجة ديالك، الله يعطيها الصحة والعافية وتمام العافية، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. والصحة حسنة خويا، الله يعاونك على الزمن، الله يسقك رزقا حسنا والسعادة والهنا وجمع الشمل. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا رب كريم يا أرحم الراحمين. نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك الهموم وينفس عليك الكروب. أخي محمد الله يفرج عليك، إذا كان المشكل هو معنوي، صراعات أو مضايقات أو إكراهات، فربنا سبحانه وتعالى هو المفرج، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نردد دوما إذا كان هناك المشكل معنوي كان إكراهات، نردد دوما دعاء سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نقول ثلاث مرات أو مرارا وربي غادي يفرج بإذن الله. وإلا كان مشكل مادي مالي طبعا نكثر من الاستغفار، الاستغفار على طول، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فكل الحلول ميسرة من توجه إلى الله تعالى، فربنا هو القادر على كل شيء. أسأل الله أن يخفف عنك الهم والغم، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.